ترى النبي يؤذونه، يجي واحد يقول هو مسلم ويجر النبي من ثيابه يقول اعدل يا محمد صلى الله عليه وآله اعدل، شو نتعامل؟ تعامله مع الصنوف اللي يحبه واللي ما يحبه شو كان يتعامل؟ هو أهل بيته مدرسة، القرآن عطانا درس ما نصدقه. وش الدرس؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. هذا كلام طبيب لو كلام الله؟ الطبيب يقول التجارب عندنا تقول إذا تسوي كذي تحصل نتائج إيجابية، إنزين دائما يقول لا، يعني دراسات هذه. أما الله اللي خلق يقول أنا خالق الإنسان وأقول لك أنت تقدر تحول العدو صديق، يا رب علمني، ادفع بالتي أحسن. والله جربت ما نجحت، أنت مستعجل، جربت مرة، الخلاف اللي بينك وبينه طويل الأمد، فمحتاج شوي أكثر من مرة تقابل إسامة الإحسان حتى تلين قلب الآخر.